انت لو نزلت من المطار بالباص تنزل هناك عند اليافطة اللي هناك دي، هينزلك الباص هنا. تمام، عندك محطة الباصات الرأسية هنا، وعندك هنا البارك دي في وشها على طول، وعندك هنا فندق فلوش، وعندك كل حاجة. الاكشاك دي فيها كل حاجة. تمام، هتنزل على البارك دي. طبعا المنظر هنا روعة، اتفرج معايا على الشجر، اتفرج على الحمام. هتلاقي هنا قدامك 2 كشك على الشمال. تمام، الكشكين دول حلال، يبيعوا اكل حلال. مكتوب حلال بالبنط العريض. What's your name? Metin. Yes. Turkish. Turkish, yes. This is halal food. Alhamdulillah. Because people want to come to eat halal food. Okay. Shawarma, mom. Shawarma, Turkey. مرحبا، هوش كلا. يوتيوبر. هذا شكل سندوتش اهو، ما شاء الله بيشبع يعني. طبعا المطاعم هنا الناس المسلمين، ابعد دايما عن اللحوم وابعد عن الفراخ. هنا برضو في مطعم حلال في السوق. لما تخرج من سوق الخضار والفاكهة هتيجي هنا، هتلاقي مطعم الحلال جنبيك على طول، مطعم نمرود اللي هو النمرود. السلام عليكم. دي فراخ محمرة، فراخ بالصوص، تشكيلة خضار ورز. الشاورما لو احنا في الأكل التركي، الأكل اللي فيه رز وفيه فاصوليا وفيه لحوم، يبقى مكانك هنا. خلينا نشوف الأسعار. الشاورما ب 250، شوربة العدس 250، صحن شاورما 450، شاورما الرز 450، دجاج بالخضار 350، الفراخ ده ب 250، اللحمة بالخضر 450، والشاي ب 100، السعودية ب 300. مصر. Yes. You know Ramses? Yes, Ramses. Same time. I know Namrud, I know. Yes, same time. Yes, I'm Quran, Namrud. Mm. Yes. Where are you from? From Turkey. Turkey. So this all halal? All halal. Alhamdulillah. You are Muslim? Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah. You're Ramadan? Alhamdulillah. Ayyuallah. Alhamdulillah. I think for you, water or food, but No, because I'm fasting. Okay, come off she iftar. Inshallah, inshallah. Thank you. I like the Turkish food always, especially fasolia. Yeah, every day we are change the vegetable. Uh-huh. Yes.
So you are doing the this one only fasolia or have meat or chicken? Sometimes with meat, sometimes without meat. Yes, but you give rice with this or no rice? No, just fasolia. Fasolia. انا جيت قعدت في المطعم عشان اطلب مكرونه. طبعا المكرونات هنا يعني يا بالفراخ يا باللحمه، فعشان تشرح بقى انك عايز حاجه تكون مكرونه بدون لحمه، مكرونه بدون لحمه او بدون فراخ بدون اي حاجه ليها علاقه بالخنزير، وهو مشهور جدا هنا. هتبقى قصه شويه كده متعبه، بس في الاخر يعني ربنا بيستر الحمد لله. احلى حاجه في الموز انك تجيبه في اي مكان وفي ثانيه بتاكله، ما عندكش مشكله خالص. في ثانيه اسرع اكله ممكن تاكلها ونظيفه ومفيهاش مشكله.